زكريا هي لعبتيها دير لا كوفيرتور لا كوفيرتور على كونتراتاك. هنا احدى المحاولات ديال فريق النهضه الاكاديريه قبل زكريا اللاعب المنتخب، وهدف وهدف هدف 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 صالح النهضه. هنا المدرب نزاحنا على المباشر. واه شي حاجه بزاف شي حاجه بزاف شي حاجه بزاف. وهشام اللي ماركه اللي تضرب جوج مرات بكتب تبارك الله عليه، شي حاجه بزاف. كتشوفوا لنا الفرحه الكبيره ديال اللاعبين ديال النهضه الاكاديريه. نتبعتوا معنا مباشره الهدف الاول. هذا شكل من اشكال ديال الفرح. باقي ما درنا والو، ما درنا والو. زير معايا اصير شويه، ما درنا والو. اشرف نشوفوا يعني هنا جانب من جانب ديال الفرح. برافو برافو برافو. كما زعما العدل، يعني كيفاش لقيتوا الهدف ديال الصديق ديالكم؟ واحد الفرحه ما يمكنش تصور. فرحنا مع ستريس ديال المباراه. وبالنسبه للكوارك البيت هنا كما كنشوف الاجواء ديال الاصدقاء ديالي الحمد لله. وديما نهضه ديما نهضه ديما نهضه. برافو برافو برافو. في بطوله شطر الجنوب لكره القدم لما بتوري الاطراف. سير سير ها خليه يهوك. اشرف 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 زوج مورات. حسن الله يليك. ايش كره حسن ولا حسن؟ اشرف زوج مورات. واحد واحد يلا يلا. برافو برافو. هنا انتهت المقابلة، انتهت المقابلة بفوز فريق النهضة الأكاديرية. فرحة عارمة من قبل الفريق ديال النهضة الأكاديرية اللي غيتأهل. زكريا الحمد لله كما كتشوفوا هاد يعني هاد البطوله هادي ولا هاد الدوري هذا الحمد لله كيدوز في اجواء جد رائعه الحمد لله. كنشكر الاصدقاء ديالي والطاقم التقني ديالنا والرئيسه ديالنا نزهه التركزي للمراقبه بالقجعه، لانها كدير واحد الدور اللي بزاف ديال صراحه. وحنا كنهديو لها هذا الهدف هذا شخصيا اللي ماركينا، وان شاء الله اننا نتنقلوا للدور الثاني وان شاء الله ونحرزوا اهداف اكثر من هذا الهدف اللي حرزنا اليوم. عينينا على البطوله وكاس العرش ان شاء الله. بارك الله فيك. الحمد لله يعني كما كنشكر الاستاذ ديالنا فؤاد عسو والسي نجمي مروان السي نجمي عثمان ومروان الكيني ديالنا، لانهم كما كتشوف سهروا علينا وقاموا يعني بالتدريب ديالنا وكيصلحوا لنا الاغلاط اللي عندنا. والحمد لله شرفناهم وقدرنا نعطيهم واحد يعني واحد الهديه اللي بسيطه اننا احترزنا احتلينا المركز الثالث على صالح المنتخب الايطالي بالفريق ديال 4-1. وكنشكرهم جزيل الشكر من هذا المنبر هذا. وكنت ويعني وشوق لي انني نلتقي معهم في المعسكر الجاي باذن الله. واليوم تمكنا من الفوز على فريق الدار البيضاء بحصه هدف الواحد. الماتش كان قاسح بزاف فيما شفتوا، ولكن الدراري تقاتلوا وداروا اللي عليهم وتمكنوا من الفوز. الانتصار كيمثل لنا خطوه النصف النهائي اللي غادي نلعبوه ان شاء الله في سله. وكنتمنى من الدراري يبينوا الروح القتاليه اللي لعبوا اليوم، وان شاء الله ما يكون غير الخير.